كابتن احمد، سالتك قبل الفاصل عن موسيماني، سمعت حضرتك في الراديو وانت بتتكلم انه في تربص على موسيماني، في انتقادات احيانا مش منطقيه لموسيماني، انت قلت حتى الموسيماني سد ودانك ما تسمعش الانتقادات ديت، بس حضرتك راضي عن موسيماني؟ طيب ناخدها واحده واحده. هي مش غريبه شويه تبقى كسبان ستة وعامل يعني 3 4 ماتش كويس وحاله من الهجوم الضاري، حسيتها غريبه شويه يعني. في انطباع عند كتير من جمهور النادي الاهلي بعد خساره الدوري والسوبر هجوم على موسيماني، وده منطقي وطبيعي يعني، بس في النهايه انت بتحسبها ازاي؟ انه بعدد بطولات يعني، بطولات افريقيا، بطولات السوبر الافريقي، مشاركتك في كاس العالم للانديه، فما زال رصيده يسمح. موسيماني يمشي، موسيماني يقعد، زيه زي كارتيرون، زيه زي طلعت يوسف، زيه زي ايهاب جلال، النتائج يعني. طالما الاهلي بدا الموسم اللي هو ماتش الحرس الوطني بطل النيجر، وبعدين عنده دوري يوم الاربعاء ببيتسو موسيماني، اذا هو مجدد الثقه فيه كمدرب او كمدير فني للموسم ده، وينتظر النتائج. اذا النتائج جيده، اذا هو مستمر. اذا النتائج سيئه، اذا هو راح. موسيماني هتقول عليه النص الاولاني حلو قوي، افريقيا وسوبر افريقي وكاس مصر وثالث كاس عالم للانديه. النص الثاني وحش قوي، خساره الدوري العام، خساره السوبر المصري. عنده بعض من المبررات المنطقيه، وعنده بعض من الاخطاء التي لا يعني من الصعب ان انت تغفرها، زي مثلا يدخل مرماك 29 هدف، انه تلعب الحرس فريق ضعيف، تدخل في جون هناك ويدخل في جون هنا، الهزه الزياده على اللازم، فقدان النقاط بدون مبرر اللي ادت الى فقدان بطوله الدوري العام اللي كانت سهله جدا من وجهه نظري، كلها اخطاء وكلها مشاكل بالتاكيد، وكلها بتقلل شويه من اسهمه. لكن موسم هيبدا، ننتظر النتائج، ننتظر العروض. طب مين يتربص بموسيماني يعني، او مين اللي ممكن يتربص بموسيماني، او ليه يتربص بموسيماني؟ ما اعرفش، حاسس انه في طيار بيبقى كده، في ايه دايما كده بيبقى في حملات يعني. ما تيجي بينا على موسيماني، ما تيجي بينا على شوبير، ما تيجي بينا على كارترون، ما تيجي بينا كذا، وممنوع مثلا يبقى كويس، لا ما يتقالش عليه ابن الذين دنه كويس يا عم. طب الراجل النهارده لا 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 لا، خلينا مكملين في القصه دي وفي السكه دي. وفي ناس كمان بتبقى بتاعه النجوم اكتر يعني. مثلا في حاله تعاطف مع محمد محمود، انا متعاطف معاه جدا جدا، وكان نفسي يلعب، كانت فرصه يلعب الحقيقه ربع ساعه ولا ثلث ساعه، ما تيجي ناخده في السكه بتاعه محمد محمود. هو مخطئ على فكره من وجهه نظري في موضوع محمد محمود، لكن مش مبرر قوي ليه. قصه الاهلي دفاعين كويس؟ لا مش كويس. كافراد كويس، كمنظومه مش كويس. المنظومه مين يتحملها؟ لا المدرب طبعا، وده انا وجهه نظري يعني. بعتقد ان مفيش تدريبات تخصصيه قوي يعني، حته ان يبقى في تدريبات تخصصيه للمدافعين زي حراس المرمى يعني. الاهلي رغم انه يدخل فيه جوان، واكثر سنه دخل فيه جوان، لكن الناس بتشيد بحراسه المرمى، رغم ان في اخطاء زي اي حد يعني، لكنه كدفاع لا في مشكله يعني. انت بتتكلم ديفندرز في وسط الملعب، اكرم المفروض ديفندر في وسط الملعب، عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، كوكا، والاسماء كتيره جدا بقى عندك ورا، مثلا في القلب بدري بنون، وعندك رامي، وعندك ياسر، وعندك ايمن اشرف، وعندك في اليمين هاني، وعندك في الشمال علي معلول، وعندك محمود، عندك اسماء تخط صحيح، لكن طيب. في مشكله دفاعيه، في مشكله.